نفذوه بشكل كويس قوي 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 قوي. منى عرفت تحقق حلمها وتعود للستينات. بحس ان هم كانوا شيك قوي. انا اكيد كان نفسي ابقى عايشه، يعني كنت ابقى عايشه ايام الابيض واسود عشان كمان اقابل الممثلين اللي انا بحبهم. اقابل طبعا سعاد حسني، كان نفسي قوي قوي اعيش في الفتره بتاعتها عشان اشوفها واقابلها يعني. ويمكن لهيك لوك السكستيز كثير لايق على منى عرفه بالفوتوشوت الاخيره اللي عملتها واللي رافقها ايتي بالعربي فيها. انا من اكتر الفترات في الفاشن اللي انا بحبها السبعينات والستينات. انا بحس ان هم كانوا شيك قوي واليجنت قوي، وكانوا ناس كده دايما اللوكس بتاعتهم تحسيها في الاخر نظيفه كده وحلوه وكلها مترتبه مع بعض، بتدي شياكه واناقه. هم كانوا ستات شيك قوي قوي قوي، وكانوا كلهم هوانم. فاحنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا يعني نقرب لللوك ده على قد ما نقدر. وهذه أول مرة بنشوف منى بهالستايل، وهذا كان الهدف الأول. كنا عايزين نعمل فكرة جديدة تكون منى ما ظهرتش بيها قبل كده. عملت سيرش كتير جدا ايه اللي هي ظهرت بيه وايه لا، فلقيت بصراحة ان أكتر حاجة هي ما ظهرتش بيها هي اللوك الستيناتي السبعيناتي، بس حبينا بقى نضيف عليه حاجة بقى بناتي علشان تظهر هي شكلها كيوت وكده. وفي الآخر استقرينا ان احنا عايزين حاجة تكون إليجنت، فاخترنا اللون البلاك علشان هو ده أكتر لون بيبقى إليجنت. ومش بس الفستان الأسود والجلوفز، فكمان الهيد بيس، الريد ليبستيك والريترو هير ستايل، كل الفايبس بهالفوتوشوت كانت ماتشنج مع الثيم. احنا بنحضر للشوت ده انا وليزا بقالنا تقريبا 4 شهور. اول مره اخد وقت طويل قوي كده في التحضير للشوت، لانه انا بالنسبه لي بيبقى فن وكده، بس احنا خدنا وقت طويل قوي لانه احنا كذا مره نغير الريفرنس بتاع الشوت. اصلا احنا في الاول كنا هنعمل حاجه سيمبل فستان سواري وكده، كل فتره بلاقي ليزا بتكلمني طب ايه رايك في ده، لحد ما في الاخر يعني الشهر ده احنا خلاص فاينلايزد على اللوك ده والفستان ده. وعايزه اقول لك ان احنا ما كناش مخططين مثلا الجلوفز والحاجات دي كلها مع بعض، بس كله بيجي مع بعض. بس اللي ما بتعرفوا انه فريق العمل اللي رافق منى هاليوم كان عنوانه Women Empowerment. ايوه احنا كلنا ستات. ايوه انا معايا تيم رائع الصراحه، نفذوه بشكل كويس قوي 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 قوي، كلهم بنات. بما انه النهارده يعني والشهر ده شهر المراه، فاحنا بنحتفل بقى بالتيم البناتي ده، والفوتوغرافر اكيد برضه هتشوفوها واحنا بنصور. فالظاهر انه منى فيمينست وبتدعم المراه بشكل كبير. المراه هو مش نص المجتمع، شوف المجتمع كله بصراحه، وهي اساس كل حاجه حلوه بتحصل في الدنيا. بحب اخد انسبيريشن او اخد من اي حد الهام كده، بتبقى دايما ست، لانه دايما الستات ملهمين. ومصدر الالهام الاول بحياه منى هي والدتها اللي بتكون الى جانبها دايما. مامتي ست مؤمنه قوي، وايمانها ده انا دايما يعني بيذهلني، يعني ان هي رغم اي حاجه قابلتها في حياتها كأم وعندها عيال كتير وكست وكست ناجحه واتجوزت وخلفت وربت كل الاطفال دول وكانت في وسط كل ده معايا. هي طبعا بعد ربنا هي اللي ليها الفضل ان انا دلوقتي في المكان اللي انا فيه. بس اكيد انه ما بتقبل الانتقادات اللي معقول تواجه بنتها يوما ما. لا ماما فظيعه في الحته دي، يعني عارفه انا مثلا خلاص اخدت مناعه، بس ماما حتى لو هي معايا في الشغلانه من وهي صغيره، وحتى لو هي ست بروفيشنال، وحتى لو هي قابلت وكانت في وسط الناس، بس هي في الاول في الاخر ام. لما هتلاقي كلمه على بنتها مش هتسكت.